ويمكن الخبر بنتابعه بقالنا فترة لأنه الأهم والأبرز دلوقتي على الساحة الأوروبية فيما يتعلق بالشارع الفرنسي. بنتكلم تقريبا من 17 نوفمبر بدأ خروج محتجين ومتظاهرين الشارع الفرنسي، وهذه الحركة سميت بالسترات الصفراء. أنا بجيب لحضراتكم القصة من الأول. خرجوا كل سبت، ويمكن كل سبت كانت الأعداد بتزيد، أعداد المتظاهرين بيزيدوا وشكل الاحتجاج بيبقى أعنف. أول تصريح للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان حازم جدا وقال إنه لن أتراجع في مسألة فرض ضرائب زيادة. يمكن الأسباب وراء نزول الناس الشارع كان ارتفاع في تكاليف المعيشة، والمسألة بقى اللي نزلتهم فعلا أو زي ما بيتكتب في تقارير العديدة اللي بتخرج من فرنسا، القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني هي مسألة فرض ضرائب زيادة على المحروقات. تمام، يمكن بنتكلم انه من قبل هذه الاحتجاجات شهدت فرنسا احداث اكتوبر 2005، وقبلها كانت مايو 68. الكثير من التقارير اللي خرجت بتتكلم عن تشابه بشكل او باخر في مساله بدء المظاهرات في 2018 وبدء المظاهرات في 68. الحالتين بدأوا من الشارع الفرنسي بقوة غير منظمة. 68 بدأت بطلبة أو بالشباب، انضم بعد كده لها العديد من قطاعات المجتمع، تقريبا كل قطاعات المجتمع، من الموظفين ومن العمال والحديد أو العديد من أو كل قطاعات المجتمع زي ما ذكرت لحضراتكم. طبعا بنتكلم إنه في فرنسا أو السترات الصفراء عندهم مشكلة هامة جدا، ويمكن ده اللي بيتكلم فيه كل المحللين وكمان الأوساط السياسية في فرنسا، انهم بالفعل عندهم ممثلين، ولكن ما بنتكلمش عن ممثلين يعني متحدثين او ممكن ناخد معاهم اجراءات، او مش كيانات نقدر نتعامل معاهم، مش منظمين. بنتكلم انه ممكن يعني سترات الصفراء دي منتشره في فرنسا كلها وليست باريس فقط، ممكن لكل مدينه يطلع يقول لك انا ممثل لهذه الحركه او لسترات الصفراء. دي مشكله كبيره جدا من هذه الحركه. جزء كبير من اللي حصل في 68 ونجاح 68 او نجاح الشارع في هذه المرحله هو انضمام حركات سياسيه لهذه الاحتجاجات، فبقت هذه الحركه الشعبيه في الشارع تحت مظله حركه سياسيه كانت منظمة وقدرت توصل هذه المطالب للقيادة السياسية. وبالفعل حصل تحرك وحصل حل للبرلمان، وجدير بالذكر أنه شارل دي جول تم إعادة انتخابه بالأغلبية. بنتكلم دلوقتي أن هناك صعوبة في نقطة أخرى، أنه ما فيش حد تتفاوض معاه، وأن كل شوية سقف المطالب بيعلى. يعني الأول كان عدم أو مسألة إلغاء زيادة الأسعار بنزين أو زيادة في المحروقات، دلوقتي احنا بنتكلم إن هي وصلت لحل البرلمان وإقالة الرئيس الفرنسي. ويمكن النهاردة الرئيس الفرنسي كلف رئيس الوزراء إنه يقوم ببعض اللقاءات مع الممثلين الأحزاب أو أحزاب المعارضة، والحقيقة إنه أحزاب المعارضة مطالبها ما بعدتش كتير عن الشارع. يمكن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وكانت منافس شرس جدا لإيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية بتتكلم عن حل البرلمان، وبتتكلم عن إقالة أو إقالة لوزير الداخلية الفرنسي نظرا للفوضى اللي بتحصل في الشارع. بنتكلم عن استفتاء أيضا على السياسة النقدية والسياسة المالية لماكرون. الحقيقة أنه برضو وزير أو خرج في مؤتمر صحفي النهاردة وزير المالية وقال أنه ممكن أو هناك ضرورة لخفض ضرائب في البلاد، ولكن ده هيكون على حساب تقليص الإنفاق الحكومي. طيب 68 زي ما ذكرت لحضراتكم خرجت بنتائج، 2018 هتخرج بإيه؟ لسه ما فيش حد عنده رؤية لتحركات الشارع. زي ما قلت لحضراتكم الوتيرة بتعلى، المطالب بتعلى، سقف المطالب بتعلى، ما فيش قيادات للتفاوض، وما فيش حد عارف الأمور هتمشي لحد فين، ما فيش حد شايف الدنيا رايحة لفين.